صباح الخير مجددا لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا. حنوعدكم مع ايت سمارت، واليوم معنا رندا فهد، واليوم حضرت لنا شو فينا نسميهم رندا؟ بيض العيد. بيض العيد، شكل البيض مزبوط، بدل ما يكونوا بالشوكولا بنغير شكل نعملهم بالغرانولا اليوم، لانه بدنا نحكي عن غرانولا وشو هي الغرانولا وهل هي منيحه ام لا، هل هي بتضعف ام لا، هل هي فيها سكر ام لا، هل هي صحيه ام لا. تري بيان، ولكن خبريتك والمسابقه اليوم عندنا رابحه ما رابحه 100%. اليوم عندنا رابحه اللي هي نجاة الاشقر. نجاة جاوبت على السؤال اللي بيقول اي في حديد اكثر، هل هو الكينوا ام الدخن؟ والجواب الصحيح هو الكينوا. نجاة فيها تتصل على مطابخ بيري لايت اذا بدها الجمعه تاخذ اكل صيامي، او فيها تتصل وتاخذ اكل على الاسبوع الجاي، اكل عادي، اكل دايت، اكل عالي بروتين، او اكل ديتوكس اللي بدها اياه. صار في عندك هلا معمول دايت. مزبوط ما هيك؟ مزبوط 100%. ستيفاني كمان عندنا الكومبيتيشن الجديده، خلينا نبلش نقول لهم اياها للمشاهدين من اليوم يكونوا عم يحطوا اجوبتهم. والسؤال هو اي في فيتامين اي اكثر؟ هل هي عم نحكي بالفستق الحلبي اما الجوز؟ اذا وحده منهم فيها فيتامين اي اكثر، بتعرفي المكسرات فيها فيتامين اي لانها هي زيوت، فوحده منهم فيها فيتامين اي اكثر. بدكم تجاوبوا على الفيسبوك بيجز دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر او اكيد اكيد الام تي في. بنبلش بخبريتنا. خبريتنا اليوم لها علاقه بالاوميجا 6. نحن كثير بنحكي على الاوميجا 3. وكان في حديث من فترات على الأوميجا 6. هلأ الأوميجا 6 شو هني؟ الأوميجا 6 هني زيوت بولي أنساتشوريتد اللي هي كتير منيحة، موجودة بالبذور أكتر شيء، موجودة بالحبوب بالبقوليات، فإذا هي موجودة بكتير من الأكلات النباتية اللي نحنا بناكلها. هلا مفروض انه هيدي تكون كثير صحيه، ولكن في دراسات بينت انه هي عم تزيد التهابات الجسم، فاذا نحن بنعرف انه هي صحيه مهمه للقلب، ولكن طلع دراسات بتقول انه هي بتزيد التهابات الجسم لانه هي بتتحول لنوع من الدهنيات اسمه اراكيدونيك اسيد اللي هو معروف كان انه بزيد الالتهابات بالجسم، واذا زاد الالتهابات بالجسم هالشيء بياثر على القلب. ولكن بدراسة انعملت على أشخاص رجال فنلندية، هن بأعمار كانوا من أعمار الـ 35 سنة للـ 75، الدراسة كانت كتير مطولة على 25 سنة، وتقسموا هول الأشخاص لجروبات، وشافوا إنه الجروب اللي هو عم ياخد أوميجا 6 اللي هو من خلال البذور، من خلال مثل ما قلنا البقوليات، من خلال حتى الحبوب اللي بناخدها، من خلال الأكل ومش السبلمنت، لا 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 أبدا، من خلال هول تبين إنه هن أكثر جروب اللي أخذ هو كان 43% حامي قلبه أكثر من الجروب اللي أخذ أقل شيء. فإذا هون رجعت هالدراسة بينت إنه لا، الأوميجا 6 هو عم يحمي القلب. فإذا نحن كان اللي عم يخاف إنه عم ياخذ كثير أوميجا 6 وأقل أوميجا 3، أنا اللي هون بدي وصله من وراء هالدراسة وكثير دراسات إنه فينا ناخذ من الاثنين 100%. الأوميجا 6 هو كثير منيح للجسم وفينا ناخذه وعم ناخذه من خلال مأكولاتنا النباتية اللي ذكرت عنها، والأوميجا 3 كمان كثير مهم وبدنا نكون عم ناخذه من خلال الزيوت اللي نحن صرنا بنعرف عنها. الجرانولا رح احكي اول شيء شو عامله هون. فانا هون عندي ريسيبي كثير هينه. اول شيء عم حضر جرانولا بالبيت لانه هيدا بيكون انا بكون ضامنه قديش حاطه فيها سكر، مثل ما قلنا انا بكون ضامنه شو فيها المواد اللي بدي اياها. بهالجرانولا اللي شايفينها هون اول شيء رح تشوفوا في كبايه من الشوفان، هيدا الشوفان بنقول له الرولد اوت، وبيكون معه مثل ما بنشوف هون الكينوا اللي انا سالقه للكبايه. هون رح يكون معي نص كبايه من الكينوا اللي هي عملتها بالوان مختلفه حتى يطلع كمان عندك شويه الوان بهي البيضه اللي نحن بدنا ناكلها. فاذا كوب من الشوفان، نص كوب من الكينوا، برجع هون حاطه فيها بذر انواع من البذور. ما بعرف اذا الكاميرا رح تفرجينا يعني هلا.
فإذا شفنا الشوفان وشفنا هون الكينوا، بعدين عندي بزر اللقطين، عندي ربع كوب من بزر اللقطين، وعندي هون طبعا من الشيا سيد، عندي ملعقة كبيرة شيا سيد. هلا هون رح يكون في شوية فانيلا، رشة فانيلا ورشة ملح فيها. بدي اطلع على اخر صحن اللي هو حاطه فيه 3 ملاعق من البينات بتر و3 ملاعق كبار من العسل. هلا كل شيء علينا نحن انه نمزجهم كلهم سوا، وبالاخر رح يطلع لنا هالمزيج هيدا. فانا بحطهم كلهم سوا بمزجهم بيطلع المزيج اللي نحن شايفينه. نحن هون فينا نكون عم نجيب قوالب متوفره كثير وبكثره بالاسواق اللي هي بعده اشكال. اليوم انا اخترت الشكل البيض لانه هيدا الموسم، ونحن هون فينا نكون او عم نضيفهم او نحن لنا كل يوم نكون عم ناخذ منهم بعد الظهر. كمان كل شيء علينا نعمله انه بهيدي القالب البيض هولي شكلهم اللي طلع عنا. فإذا هون اللي شايفينه شكل نص بيضة ونص بيضة، طبعا إذا حطيناهم سوا رح يطلعوا شكل بيضة كاملة. فإذا هلا هيك بينوا أكثر. فهون نحن بنجيب حتى ما يلزقوا أكيد فينا نحط ورق من هول الوراق النايلون، وبنكون عم نشدهم كثير بقلب القالب وبنحطهم بالبراد. وقتها هن يكونوا عم يجمدوا نحن رح نكون عم نشيلهم، وهيدا الشكل اللي عنا إياه. هيدي الجرانولا ايج انا عم بحكي هالبات اللي حكيت عنها بتعمل لي 24 من هول النص بيضه. فاذا كل وحده منهم هول فيها 49 وحده حراريه، يعني 49 قولي 50، يعني تقريبا البيضه الكامله فيها 100 وحده حراريه. فاذا نحن مع فنجان القهوه، فنجان الشاي، حلل المورينجا، هي فينا نكون عم ناخذ حبتين. وهون كمان كل نص حبه رح تأملني 1.67 جرام من البروتينات، كمان كمية لا بأس فيها بالبروتين، وبتأمن لي جرام واحد من الألياف. يعني أنا وقت أكل بيضة كاملة بكون عم باخد كمان جرامين من الألياف. فإذا هون عم نحكي غيرنا شكل عن الشوكولا وأكلنا شيء كمان بيشبع. تعرفيني أنا أبداً ما أني ضد الشوكولا، مشان هيك ما قلت أحسن ولا قلت هاي، بس قلت هون تغيير شكل مزبوط وبيشبع أكثر. يعني واحد في حتسة سناك. على كل حال إذا كمان سألت هل فينا نعملها ترويقة، أكيد فينا نعمل، فينا ناخد ساعتها 3 نصاص من اللي أنا حطتهم ونعملهم كترويقة. هولي الجرانولا اللي نحن بنعملهم، الجرانولا اللي بالاسواق يلي بناخذهم نعم بالاكياس نعم. وبنستعملهم كدايت مزبوط، لانه او هيلثي فود اذا فينا نقول 100%. هل فيهم سكر؟ هل هن منيح؟ اكسترا بدنا معلومات اكيد. فنحن وقت نقول جرانولا يعني شو هي فكره الجرانولا؟ فكره الجرانولا انه فيها شوفان، فكرة الجرانولا أنه فيها حبوب متنوعة. يعني اليوم أنا حطيت كينوا، فيكون فيها الملت دخن، فيكون فيها رز حبوب الرز، فيكون فيها حيلا نوع من حبوب القمح، طبعا حبوب الذرة. فإذا هي خليط من الحبوب، وبالإجمال هي بتتضمن كمان شوفان مع هيدول الحبوب صح. اللي هو أكيد نوع منهم. بتتضمن كمان البذور، مشان هيك نحن حطينا نوعين من البذور هون صح. بزر لقطين، بزر أشياء. كمان رح تتضمن معروف انه تتضمن مكسرات، فاذا هون اوقات بنحط لها لوز، اوقات بندق، اوقات حسب النوع. وكمان هون بتتضمن الزيوت، فاذا هي كمان فيها تتضمن زيوت اذا نحن عم ناخذها مش بالكيس، عم ناخذها كبار حتى يلزقوهم سوا. وكمان فيها تتضمن الفواكه المجففه، وفيها تتضمن كثير فواكه مجففه ليكونوا عم يحلوها. وكمان مثل ما قلتي فيها تتضمن كثير من السكر. هلا نوع السكر في ما ينحط سكر عادي، في نحط سكر ككورن سيرب، في نحط سكر باسم ثاني، يمكن ينحط عندنا براون رايس سيرب. فاذا حيلا نوع من السيرب هن موجود فيها. هاد الخوف هون بشو؟ مثل ما قلنا انه كثير السكر اللي فيها. فنحن في عندنا انواع من الجرانولا اللي هو الكبايه فيها، لنقول بدي احكي على الوحدات الحراريه بتصير توصل ل 300 وحده حراريه، وعندنا نوع من الجرانولا اللي بنشوفه بالسوق الكوب الواحد فيه يوصل ل 600 وحده حراريه. اوف
إيه. فإذا هل أنا عم باخد الجرانولا لكون عم بضعف؟ جواب بالحالتين هو لا، لأنه إذا بتلاحظي كوب الجرانولا بيحتوي على وحدات حرارية أكثر من كوب اللي هو مثل مثلا حبوب الترويقة العادية اللي نحن بناخدها. ولكن مثل ما بنشوف انه كمان الجرانولا فيها تتضمن مثل ما نحن عاملينها صحيه تكون اكثر من ناحيه وبتشبع اكثر، فاذا غير عن حبوب الترويقه فيها تشبع اكثر تكون صحيه. هلا شو الريكومنديشن؟ انا بعمل ريجيم وبدي اكل شيء فيه بروتين وبدي اكل شيء بشبعني وشيء صحي، قديش المطلوب اني اكل جرانولا اذا انا عندي جرانولا بالبيت؟ هي الحصه تبعه اللي هو ربع كوب. لكن مقارنة بكوب من حبوب الترويقة العادية هو ربع كوب من الجرانولا. فهون الأشخاص اللي هن بياخدوا الجرانولا مع اللبن يمكن تنتبهوا لهالشي، إنه حتى بالمحلات اللي هن محطوطين لبن وفوق جرانولا رح تلاحظوا حجم الجرانولا هو شوي. طبقة واحدة، هيدي الطبقة هي بالنتيجة ربع كوب الكميل اللي هي لازم كحصة. هلا اكيد في واحد ياخذ حصتين، يعني يمكن يتروق حصه بقول انا بدي اكل سناك وبعدين عندي غدا، في يقول ما راح اكل سناك وباخذ حصتين، ما باخذ ربع كوب باخذ نص كوب. ولكن بتلاحظي ستيفاني عن جد اكثر من نص كوب ما في الانسان ياخذ منها، هي بتشبع ودسمه. فهيدي الفكره اللي حبيت العالم يعرفوها. حتى بالبارز اللي انتم بتشتروا على الجرانولا بار معقول كثير يحتوي السكر، يعني هون في اوقات واحد يكون عم ياخده كمغذي اكثر او كشيء عم باخده انا بدال الشوكولا. اللي بده يكون انه اوكي انا فيي اخده كمثل ما قلنا تغيير شكل، ولكن في يكون حتى بوقتها قد ما هو في سكر ما رح يكون عم يغذي اكثر ابدا. هو يمكن هين الواحد يحط بجزدانه الجرانولا بار وياخذ اذا حسب الجوع او كاكولاسيون 100%. فساعتها فيكم ياخذه فيكم هو سريع، ولكن بده ينتبه واحد قديش عم ياخذ منه. وكثير اوقات الجرانولا بارز بالسوق معمولين مثل ما انا كمان عملت، هن قسمين، انا عامله القسمين بحطهم سوا. الجرانولا بارز كمان فيهم يكونوا اثنين بارز وينحطوا سوا، فبننتبه نحن وعم نقرا الليبلز انه مثلا اذا حطونا بالبار كم كالوري هو فيه. بالبار او اذا بدي اعرف قد ايه بروتين او الياف الى اخره. اوكي بعد شغله هون حبيت بيها من ضمن حلقتي احكي عنها، كنت حابه احكي على الفرق بين الكينوا والشوفان. هلا بالكينوا والشوفان اللي بدي تعرفوه انه الكينوا هي بروتين، هي بتحتوي على بروتين اكثر من الشوفان بشوي، بس مش لانه اكثر، هي بتحتوي على بروتين كامل. بينما الشوفان بيحتوي على بروتينات لكن هو ناقصه الامينو اسيد اللايسين. فاذا الكينوا فيها بروتينات كامله، هيدا ادفانتج بيجي بالكينوا. ولكن كمان اللي بدي اقوله كمان الكينوا بتحتوي على الياف شوي صغيره اكثر، اثنيناتهم الكينوا والشوفان بيحتوي على الياف، ولكن الكينوا بتحتوي الياف اكثر. بس اللي بده يفاجئ الجمهور انه الكينوا بتحتوي على نشويات اكثر من الشوفان. فاذا الكينوا هي منا بس بروتين مثل ما العالم بتفكر، هو البروتين كميه البروتين موجوده فيها اكثر بروتين من الشوفان. كامل بروتين كامل هي هاي الفكره، بينما هي فيها بروتين كميه لا باس بها، ولكن الاكثر هي نشويات. فهون واحد بده ينتبه اذا هو عم يعد وينتبه للنشويات، بده يكون عم يعدها كمان من ضمن فئه النشويات ليعرف هو قديش بده ياخذ خلال النهار. لكن لازم ما نستهون بالجرانولا، مش ناخذ كبايه وكبايتين وبدل العشاء اتسترا. مزبوط. ربع كوب بس الدوز ربع كوب مع اللبن دوز مرتب فيكون فيري نايس سناك لنا. او ساعتها بدي اخده كبار كون عم باخده، او ساعتها بدي اكون عم بعمل كثير كثير هين مثل البيض اللي انا عملتهم واشرب حليب حدهم، منه غلط ابدا. ثانك يو رندا. هلا بنشوفك بكره ان الله راد. مشاهدينا وقفه بنتابع لايف.